السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين قناة أحمد السيد من كل مكان، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. إن شاء الله النهاردة عندنا نقطتين هنتكلم فيهم. الفيديو بتاعنا النهاردة هنتكلم أول حاجة عن حالة غريبة كده حصلت عندي في الحمام، هنتفرج عليها مع بعض ونفسرها مع بعض. تاني حاجة هنتكلم عن الكلوروفيل والموالنا للناس وعندهم، لما نيجي نستخدم الكلوروفيل للحمام هنعرفكم بنستخدمه ازاي وهنعمل ايه وايه هو فوائد الكلوروفيل للحمام. يلا بينا نشوف هنعمل. دلوقتي يا جماعة اللي حصل معانا ايه بقى؟ العين دي عندي اهي، دي المفروض بتبقى مقسومة اتنين، انا مش قاسمها، انا بسيبها مفتوحة كده عشان الجزء يخلص هنا، مثلا يجي يبيض هنا يخلص هنا يجي يبيض هنا، يبقى هي العين دي بتاعته مستقلة بنفسه، ما يخرجش براها تاني وما يعملش براها اي حاجة تاني، يعني عشان ما يبيضش هنا ولا الزغالين تطلع يجي ياخد لي عين هنا تاني ويحجز لي كذا عين في بعض. فانا قلت لا، كل مكان الجزء يخش فيه خلاص بقى يكمل بقية حياته في العين هنا، ما يطلعش منها، يخلص من هنا ينقل على هنا. طيب ايه اللي حصل معانا؟ اللي حصل معانا ان انا كان عندي زغاليل هنا في العين هنا في المحضن الانتيادي يعني، تمام. الزغاليل كبرت وريشت يا عم احمد وبقت تمام. هنوريكم طبعا الزغاليل اهي، دول خلاص بقى اتفطموا فدخلوا ايه، دخلوا السلاكة مع الحمام اللي بيتفطم. طيب نرجع لموضوعنا، الزغاليل كبرت هنا وريشت وبقت تمام. طب انا عايز الجزء بيض تاني اعمل ايه؟ قمت حاطط لهم البياضه دي، حطينا البياضه دي عشان الجزء بقى يبدا يبيض ويشوف شغله، وما يعني الزغاليل خلاص بدات تعتمد على نفسها، وبقى حاطط لهم الاكله دي ايه، يتعودوا كده مع ابوهم وامهم ان هم ياكلوا. طيب اللي حصل معانا ان الحمام باض هنا في المكان اللي كنا حاطين له فيه البياضه علشان بقى يبيض. طيب تمام، كلام سليم لحد دلوقتي. الحمام يا سيدي بعد ما باض البيضتين طلع ببص عليهم، لقيت الحمام باض هنا كمان في نفس الوقت. الحمام بيض هنا وناموا هنا اهو. طب هو دلوقتي يعني انا فسرها بايه؟ يعني النتايه مثلا باضت هنا ورجع باضت كمان بيضتين. طب البيض ده، البيض ده ساقع مش دافي، ولا يكون مثلا جوز تاني هو اللي دخل معاه، جوز تاني هيدخل في نفس العين ويبيض برضه، ده هيسيبه عادي كده؟ فانا الصراحه مش واصل لحل الحكاية ديت، كنت مستني حتى يعني ان البيض ده لو دافي ولا حاجة هقول ده جوز تاني وممكن بينام عليه، انما انا الصراحة ملاحظتش ان اي حمام غريب تاني بيدخل العين ديت غير اللي هو الجوز الشقلباز الاسمر ده اللي دي عينه اصلا. فممكن تكون النتاية هي اللي باضت مثلا البيض ده ورجع التاني باضت هنا. طب سبحان الله، هي الحالة دي اول مرة تحصل عندي كده، بس برضو احنا علشان ما نضيعش البيض ده على الفاضي، انا منيم الحضان هنا، عندي جوز شقلباز حضان منيمه على بيض، اي كلام كده مفيش فيه حاجه يعني، هنشيله وهنحط له ايه البيضتين دول، لعل وعسى يا سيدي النتايه لو باضت ايه بالاربع بيضات نستفاد باتنين وهم يناموا على اتنين، مفيش اي مشكله خالص. طبعا نشوف البيض في خصوبة ولا لا؟ بص تعرف يعني الناس المبتدئة تعرف البيض في خصوبة ولا لا؟ انك بتسلط ضوء الكشاف على البيضة، تمام؟ اهو البيضة فاضية، مش عارف باين معاكم في الكاميرا ولا لا، بس البيض لو مخصب بيجي معاك زي عرق صغير محمر كده، مع الايام طبعا العرق بيمتد وبيكبر. البيض واضح عليه ان هو فاضي، مفيش فيه اي حاجة، هنسيبه برضو معانا مش هنخسر حاجة، ويبقى من ضمن يعني كده كده الجوز كان نايم على بيض بايظ فده يتساب له برضو بايظ ببايظ، مش مشكلة. ننقل بقى على الموضوع التاني وهو الجروفيت يا جماعة. اللي انا جايبها اهي الجروفيت طبعا بتباع سايب، لان العلبه الكبيره غاليه، فانت لو
مش في مقدرتك او مش لازمك قوي ان انت تشتري علبه كبيره من الجروفيد اللي هي سعرها بيتراوح ما بين 350-370 على حسب المكان اللي بتجيب منه. هو سعر الحاجات البطاريه دي ما بيبقاش موحد عموما، كل واحد بيبقى على حسب مزاجه شويه. فانت طبعا لو مش لازمك الكميه الكبيره دي، ممكن بتتشارك مع حد اللي انت واحد صاحبك مثلا بتجيبه ازازه وبتقسموها سوا، او اللي انت بتجيب على قد استهلاكك. انا عن نفسي الازازه ديت ممكن تقعد معايا شهر. الازازه ديت سعرها 50 جنيه، انا جايب السنتي بجنيه وربع. طبعا اكيد في الازازه الكامله طبعا لما هتجيبها مع بعضها بتبقى السعر ارخص من كده بشويه، بس طبعا عشان انت بتجيب سايب فهم بيحطوا المكسب عليها. بس مش مشكله، دول حوالي 40 سنتي، السنتي بجنيه وربع. الشويه دول عندنا ب 50 جنيه. طب طريقه الاستعمال ايه؟ طريقه الاستعمال ان احنا بنحط نص سنتي على اللتر، نص سنتي على اللتر. عندنا دي مثلا ازازه 2 لتر معاك السرنجه، تسحب نص سنتي وتحط على اللتر، ترج الازازه كويس. بعد كده بقى مثلا عايز السقايات بتاعتك للحمام، يعني عندك مثلا زي الحمام اللي في السلكات ده، طب دلوقتي الحمام ده بينزل له الميه من فوق من الخراطيم وكده، طب انا احطه له ازاي يا عم احمد؟ انا احطه له ازاي؟ الجروفيد اللي انا جايبه مش معقول احطه في الشركن الكبير ده، يعني الميه كده هتبوظ معايا مش تنزل كلها طبعا. طب بتجيب السقايه بتاعتك بتحطها قدام الميه، قدام الميه اللي هي الفرد واقف عندها دي، بس بتحط فيها الجروفيد طبعا، بتحط الكميه اللي على قد شربهم يعني. طيب هو الجروفيد بيعمل لي ايه في الحمام؟ بص يعني عايز حمامك يبيض هات جروفيد، عايز ريش حمامك يتظبط اديله جروفيد، عايز الزغاليل تتظبط حتى تبقى حلوه جروفيد 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 عليك بالجروفيد. الجروفيد الصراحه هايل هايل هايل، وعشان كده سعره غالي وبيتباع بالسنتي، لان هو مفعوله ما شاء الله ما شاء الله مع الحمام، وما ينفعش ان انت ما تديش لحمامك من الجروفيد، لازم كل فترة ومش ورا بعض. يعني انت ممكن تباشر 4 ايام تقطع عليهم مثلا 4 زيهم او يومين ترجع تاني بالجروفيد، يعني مش ما بيبقاش متواصل ورا بعض. انا عن نفسي بشتغله مع حمامي كل فترة، يعني انا جايبه اهو كان مقطوع بقاله فترة عندهم، انا حاليا هشتغل معاهم 4 ايام اقطع شوية لحد انا ما اشوف الحمام قدام عيني واصل لايه، محتاجه ولا مش محتاجه. انت طبعا اللي بتبقى ادرى واحد بحمامك، انت اللي شايف الحمام قدام عينك، انت اللي بتقرر اذا كان عايز جروفيد ولا مش عايز، دلوقتي ولا بكره ولا بعدين، انت اللي بتقرر محدش تاني اللي بيقرر، لان الحاجه دي قدام عينك انت اللي مراعيها من زمان وانت مسؤول عنها. يلا بينا نشوف هنحط الجروفيد ازاي ونوريك برضه عملي معاها. دي 2 لتر 2 لتر يعني هنعزلها 1 سنتي. طبعا يا جماعه ريحته بتبقى مايله للخميره شويه، ريحته بتبقى فظيعه، يعني لازم بعد ما بتستعمله بتغسل السقايات دي كويس جدا، لان الريحه بص فظيعه. يا جماعه الصمت بتاعنا اهو، بص هينزل يعمل ايه في الميه، بص الميه بتاعتنا صافيه اهي، بص الصمت هينزل يعمل فيها ايه، بص غير لون الميه في ثانيه، شفت مدى التركيز بتاعه؟ مركز جدا جدا جدا، يعني مدى التركيز بتاعه شديد. احنا طبعا هنملى الازازه بس حبايبي والمجتمع والناس. ما بتكترش طبعا، ليه بقى؟ حاجة بسيطة خالص، علشان وقت ما يجي وقت الغدا يكون الحمام خلص الجرعة دي تبدأ تحط لهم حاجة جديدة، المية ما تفضلش معاهم مدة طويلة تتلوث. اسحب الكلام، نحط مع بعض اهو، قدام السقايه بتاعت الميه
عشان الحمام ما يشربش منها ويشرب من الجروفيت اللي احنا حاطينه. الزغاليل عندنا اهي، طبعا الزغاليل حاسسها ضعيفة شوية، فعشان كده لجأنا للجروفيت عشان يظبط الدنيا شوية، يظبط ريشهم اثناء النمو. نحط بقى الزغاليل يا معلم. سلام بقى، وانت مع الزغاليل اللي بتتفطم اللي حطيناها في السلاجة دي، ترعيهم كده شوية بقى بالجروفيت ده، ما شاء الله تلاقي الزغلول طالع معاك ايه، اسد اسد كبير دلوقتي. بص هنبسطهم خالص، نبسطهم اخر انبساط. خدت الاول الاكل لاخواننا المفطومين. احلى حاجة يا جماعة في الحمام المفطوم انك لما بتحطه بقى لوحده عشان لسه بتفطمه كده، الحمام بيعرف ياكل. مينفعش تحط لي زغاليل صغيرة كده مع حمام كبير، هياكلوا حقهم خالص، مش هيعرفوا ياكلوا. بص الحمام بقى بيعرف ياكل براحته خالص، وياخد الغذاء الكامل بتاعه مع شوية الجروفيت بقى اللي احنا حاطينهم وكده. ما شاء الله تلاقي الزغلول اللي يطلع معاك ما شاء الله صحته، بسم الله ما شاء الله. لو هتبيعه هيشرفك قدام اللي هتبيعه له، وهيحلف بحمامك بعد كده. لو هتربيه برضه هيشرفك في الأوضة، وفيما بعد تتفرج على الزغلول وهتبقى عامل لسه. طبعا عندنا بقى ايه، عايزين جروفيت بقى للحمام الكبير، الحمام اللي هو سايب برضه. نزود بقى ايه، طوله نص سنتي كده ولا حاجة متكامل عندنا، انا غشهمش برضه. بصوا انتوا مستنيين ازاي. هو احنا ليه يا جماعه لما بنيجي نحط علاج في الميه او حاجه في الميه للحمام بنعطش الحمام؟ انا اقول لك ليه يا سيدي، علشان خاطر لو الحمام مش عطشان الميه هتفضل قدامه فتره كبيره هتتلوث، مش تبقى حلوه. انما انت لو ما عطشت حطيت علاج مثلا، حطيت اي حاجه، الميه هتتشرب في ساعتها. الهدف اللي انت عايز توصل له خلاص. هم يا معلم طبعا احنا بنحط، شفت اللي بيحط زيت حر عشان ده يتشرب، واحنا عاملين زيه كده. الحمام عطشان طبعا، فدي ايه مش دقه منها حاجه. اخيره بس كده يا جماعه هنتكلم فيها سريعا. طبعا احنا كان موضوع الفيديو بتاعنا ان هو عندنا حالة غريبة في الحمام، وعندنا جروفيد هنقدمه للحمام وكده، بس مفيش مانع لو قابلنا حاجة هنعملها او كده اللي احنا نشرح برضو للناس، نفيد بيها الناس برضو. اللي حابب يستفاد معنا طبعا اهلا وسهلا، اللي مش حابب برضو اهلا وسهلا. دلوقتي الحمام عندنا احنا هنا اتأكدنا ان الزغاليل دي ما عادتش بتاكل من ابوها وامها خلاص، ان الزغاليل بقت بتنقر معاهم في الاكل هنا، بقوا بيشربوا لوحدهم، ما عادش لازمهم الاعتماد على ابوهم وامهم بقى خلاص. فاحنا طبعا هناخدهم معانا نحطهم هنا في السلاكه بتاعت ايه، الزغاليل اللي خلاص بتتفطم. طيب دلوقتي هم يعني كلاحم بيبقى كله زي شكل بعض، طب احنا هنعلمهم بايه؟ يعني دلوقتي انا عندي برده هنا تحت جزء لاحم برده، طب انا دلوقتي افصل ما بين ده وما بين ده ازاي؟ بص يا سيدي، انت لو تلاحظ انا هنا في اللاحم لقينا حاطط في رجليه دبله، كل جزء لاحم عندي انا مديله لون دبل، شكل من الدبل اللي هي الفك والتركيب. اللون ده بيبقى خاص بالجوز ده هو وزغاليله، يعني الجوز الكبير لابس نفس اللون، واي زغاليل بيجيبها بتلبس نفس اللون. عشان انا ابقى عارف عندي السلالات ماشيه ازاي، ابقى عارف الدنيا عندي ماشيه ازاي، حبيت اخلط سلالات، حبيت ابيع، ابقى عارف ده ابن السلاله دي وده ابن السلاله دي. لان طبعا زي ما احنا عارفين سلالات اللاحم مش زي بعضها، ولازم تخلط ما بينهم كل فتره وفتره والتانيه. طيب دلوقتي احنا عندنا الحمام اهو، دي دبله الفك والتركيب، هنركبها في رجل الزغاليل وننزلها السلاكه تحت مع بعض. يلا بينا نشوف اللي هنعمل. الزغاليل معانا اهو، تبدا امرارة تنزل، وطبعا كده انت تحط الفرد مع الحمام اللي هو في سلاكه الحمام المفطوم وانت مطمن. وبكده نبقى خلصنا موضوع فيديو النهارده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.